صلاة مقبولة للجميع وأحد مبارك وين ما كنتم مشاهدينا عم بتابعونا، لكل الأشخاص اللي هلأ عم بيراسلونا وعم بيصبحونا بالخير وبيقولونا أحد مبارك على السوشيال ميديا، بحييكم فردا فردا وإن شاء الله يا رب الله يعطينا نعمة هيدا النهار مع هالنفس الجديد من يوم جديد. قدس الأب أجابيوس نعوس كاهن كنيسة مارلياس للروم الأرثوذكس الرابي لم طيلب، علما أنه بعدنا بشهر تموز وقطع عيد مارلياس، فمن عيدك من عيد رعيتك من لك عقبال كل سنة يا رب، وبتضلك بهالهمة وبهالنشاط وبتضلك هيك هيدا الصوت اللي بيجمع على كلمة الله، على المحبة، على العطاء بين الأشخاص، وتكون دايما مؤثر إيجابا مثل ما بتترك هيدا الأثر الطيب فينا وبنفوسنا نفوس وعقول كل المشاهدين كمان برعايتك. وبعرف بلتقى بمجموعة من الأشخاص منهم كتير هيك بيشيدوا بعلاقتهم فيك وعلاقتك فيهم وعلاقتكم اتنيناتكم بالكنيسة. أول شيء بتشكر الرب عليك إلي ونشكر الله عن جد على دعائك، بعيدك أنا بدوري بكل أعياد السنة القدسية منها والمدنية. الأمر الثاني بدي أتشكر الرب حقيقة قدام المشاهدين على وجودك، عم حبتك وبعرف قديش أنت عم تضحي حتى تكون معي، بقى ممنونك ممنونك ممنونك. أهلا وسهلا فيك أبونا. خلينا نفوت بصلب الموضوع لنحكي عن إنجيل اليوم. مثل العادة منبلش العنوان الرئيسي، منسمع بصوتك قراءة من الإنجيل ومنطلق بحوارنا لنغوص أكثر بتفاصيل ونجرب هيك بخفايا معينة يمكن نحن نمرق عليها مرور الكرام، بس مثل ما قلت لك اللقاء الماضي تستوقفنا ومنصير نحلل فيها قد ما كنا سامعين الإنجيل وقد ما الأشخاص اللي بتقرأ لما بتلفت لهم نظرهم على فكرة معينة بيرجعوا بيعيدوا القراءة عن جديد وبيثبتوا نظرتهم أكثر وأكثر وبيكتشفوا معاني أكثر وأكثر. تبارك الله الذي يشاء الكل أن يخلصوا إلى معرفة الحق، يقبل كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. الإنجيل كتب من أجل تعليمنا، وفي كل مرة نقرأ هذا النص أو ذاك لابد أن نكتشف مكنونات جديدة في هذا الوحي الإلهي الذي كتبه الإنجيليون. واليوم الإنجيل من إنجيل متى الإصحاح التاسع، يسوع يشفي كفيفين، ويقول النص: وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهما يسوع: أتؤمنان إني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما وانتهرهما يسوع قائلا: انظرا لا يعلم أحد، ولكنهما خرجا وأشاعاه في تلك الأرض كلها. بعد ما خلص شفاء الأعميين هو وخارج، إذا إنسان أخرس، يقول الكتاب مجنون، أخرس مجنون، قدموه إليه. فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، حلو كثير، فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. ما شفنا حدا بكل إسرائيل مثل هيدا المسيح. أما الفريسيون فقالوا: برئيس الشياطين يخرج الشياطين. يعني بأكد لك أنه هذا النص فيه الكثير 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 من العبر. سنحاول بنعمة الله أنا وياك أن نتبحر ببعض الأمور إذا الله أعطانا، ولكن بهمني أن أقول لك أنه يسوع المسيح كان دخل بعد التجربة التي حصلت له على الجبل 40 يوما، كان صامو إلى آخره، دخل في المرحلة العملية تبع بشارته وبلش الكرازة العلنية. وعندما ابتدأ الكرازة العلنية اصطحبت هذه البشارة أفعال عجائبية. يسوع المسيح عمل عجائب كثير، وكان قد دخل بقوة، لأن العالم بدأ أشياء بالبداية تكون محسوسة، ولكن المسيح لابد أنه يريد أكثر من المحسوس أن نترقى إلى حالة الإيمان به دون أن يكون هناك عجيبة مقرونة بفعله. أبونا يعني النعم هي أساسية لتثبيت الإيمان. نعم. وإلا ما بنحصل على نعم ربنا. أنا بقول أن النعمة هي دفاقة، وكثير المسيح كريم،
يعطي دائما نعم، وبدون نعمه مستحيل، مستحيل أن الإنسان يقدر يستطيع أن يستمر في مسيرة وجوده. أنا قصدي النعم، يعني النعم، النعم ليسوع. لما بقلنا نعم، نعم، كلمة نعم، إنه نعم نوثق فيك، نعم أنت أساسية، أساسية، مثل ما أنت بتقول آمين بالكتاب بالصلاة، آمين يعني نعم، يعني حقا يعني تؤمن إلى آخره. وكلمة نعم رافقتنا من بداية تجسد المسيح مع سيدة العذراء مريم عندما قالت نعم، نعم، أوكي، وقالت هذه النعم إرادية طبعا. فمنشان هيك كلمة نعم حقيقية وأساسية وأكيد بارزة في هذا النص. طيب أبونا ملفت في تناقض بين يعني الإنجليين أو الإنجليين بعدد العميان اللي شفاهم يسوع، كل حدا عنده رقم معين، ليه؟ يسوع المسيح اجترح عجائب كثيرة، بيقدر يكون أكثر من حدث، بيقدر يكون شفى أعمى لوحده، بيقدر يكون شفى أعميين، ولكن هالنص بالذات هي بيحكي لنا عن نفس الحادثة اللي بيحكيها لوقا عن أعمى واحد. طيب ليش ما تركز على أعميين؟ لأنه هني كان أعميين الحقيقة، ولكن دائما بكل مجموعة في واحد هيك ما بيمرق إنا بيرسو، واحد بيبقى أكثر من التاني، بتشوف في مجموعة بيبقى واحد، وقت بتسلط الضوء أنت بتحكي، بتحكي إنه بمظاهرة مثلا بيكون في 10,000 بني آدم، بتقوم تحكي على هذا اللي قام ورفع وحكي وإلى آخره، ليه كاش وصارت بالمظاهرة، بيقطفها هو أو بتحكي باسم المجموعة إذا بدك. فأكيد دائما في وجود العمى موجود واحد أو اثنين، ولكن أنا بهمني أخي لي شغلة أن نكتشفها سوية مع متى. متى دائما كان يتكلم مع اليهود ومع الأمم، يعني ما كان مفوكس فقط على اليهود، كان مفوكس أيضا على الأمم. وبالنسبة له أنه هو بيكتب شيء بيكون عم يريد أن يوصل رسالة، لأنه الكتاب المقدس كتب مثل من أجل تعليمنا، بيقول الكتاب حتى في الصبر بنقدر نوصل إلى. فمتى ما كان عم يكتب فقط لبيئته، كان عم يكتب لبيئة خارج بيئته اليهودية، وكان بيقدر يشير فيها تماما إلى رمزية الموضوع، أنه دائما في اثنين عميان، يلي هن اليهود كانوا عميان وكانوا الأمميين عميان، وأنه يسوع المسيح ما أجا ليشفي، ليشفي فقط اليهودية. مشان هيك تكلم اثنين، مش بس بهذا النص، يعني إذا بتفتح صفحة واحدة بالإنجيل قبل هيك بتشوف كان عم يحكي عن مجنونين، لأنه كمان بيعتقد أنه اليهود كانوا مجانين، وبيعتقد أنه الأمميين كانوا مجانين. فإذا دخول يسوع المسيح إلى تلك البيئة كان لكي يشفي الذين هم من الداخل والذين هم من الخارج. وبكل النصوص اللي بتشوفها مع متى بيحكي اثنين اثنين اثنين، حتى الأخرس مثلا هلا هذا الأخرس اللي حكيتك عنه، حكيك عن أخرس واحد، ولكن ما جعل فيه صفة واحدة، جعل فيه صفتين، جعل فيه صفة أخرس وجعل فيه صفة مجنون، لكي يقول حتى كل واحد من هول الاثنين بيقدر يكون أخرس وبيقدر يكون مجنون. فإذا بدنا ناخذ البعد الأقصى أو الأعمق، يعني بطل التوقف عند الرقم، لأنه الرقم هو المغزى والاتجاه 100% الاتجاه. أبونا أهمية لقب ابن داود بالتراث اليهودي، وليه نحن ما منركز عليه؟ بتعرف الواحد الذي أتى إلى اليهود قال لهم لأنه من نسل داود هذا بده يجي المخلص، وبقول كلمة كثير أنه ابنك هذا يا داود سيجلس على كرسيك، يعني ابنك بده يجلس على الكرسي تبعك، بده يكون هو الملك، ولكن طبعا المملكة تبعه تختلف عن مملكتك أنت، على كرسيك ويملك إلى الأبد. ففي ذهن اليهودي أنه داود هو الملك، وأنه من سلالة داود سيأتي المخلص، وعندما يأتي المخلص هو الذي سيحرر اليهودية من كل عبودية حتى من عبودية الشيطان، يعني هو بده يغلب الشيطان. ففي ذهن ينتظرون دائما الذي سيأتي من نسل داود. فهالأعميين رأيا يلي ما حدا شافه، يعني هن عميان صحيح ما بيشوفوا، ولكن هن شافوا ما لم يراه اليهود الباقيين، وخاصة الفريسيين اللي لقبوه للمسيح أنه شيطان. رأيا في المسيح يسوع ابن داود، رأيا أنه هو الذي يأتي على كرسي داود والذي سيخلص اليهودية من كل مرض. من هيك جاوبوا نعم لما سألون إذا بتأمنوا، مشان هيك هن صاروا يصرخوا، ما صرخوا يا يسوع، هن لم يصرخوا يا يسوع، هن صرخا يا ابن داود، ولكن كلمة كتير مقرونة جميلة بحبها كتير، أنا دغري هيك بتلزز بالكلمة، يا ابن داود ارحمنا.
الرحمة لا يمكن أن تطلب في العقل اليهودي إلا من الله، أنت تطلب رحمة الله، مشان هيك أنت تطلب شيء خارج الطبيعة الفائق الطبيعة تطلبه أنت من الله. فأنت يا أعمى جيت أقريت بما لم يقر فيه اليهود أن هذا هو ابن داود وهذا هو الذي يستطيع أن يرحم. طيب ابن داود ويستطيع أن يرحم، يعني أنت جمعت صفتين، صفة الإنسانية تبع يسوع المسيح اللي هي من نسل داود لأنه هو من كرسي داود، والصفة الثانية اللي هو عنده إياها اللي هي الألوهة في شخص واحد، وأصرى على هذه الكلمة أرحمنا. ولكن بدي أفتح بارانتيز، نحن ما بنركز عليها كثير لأنه نحن بهمنا داود كثير وبهمنا أن يأتي من نسله، ولكن عندما يظهر المخلص الذي هو المسيح الرب المسيا المنتظر بتصير العهود وبتصير الرموز ساقطة. يعني أنت مثل يكون في عندك حدا وريث إذا تحت السن بيحطوا له وصي، ولكن وقت يكبر الوريث الوصي بيصير على جنب، يعني أنت بطل تركز على الوصي بتصير تركز طبعاً على اللي بيقدر. طيب يسوع المسيح هذا اللي بفترة من الفترات كانوا عندهم أوصياء اللي هن الأنبياء والرسل القدماء وإلى آخره، ولكن ده برز الكل، مشان هيك بيصير المسيح هو الكل في الكل. مشان هيك نحن ما بنحكي بقى عن ابن داود، مش لأنه داود مش مهم، لأنه في الأعظم من داود أتى اللي هو هذا ملك على داود. مش بس هيك، وداود بيقول بالكتاب المقدس انه قال الرب لربي، يعني قال يسوع اللي هو الرب لربه اللي هو كان يعبده الى اخره. مهم، بهمني ان اقول لك انه نحن صرنا اليوم نركز على اسم يسوع المسيح لا نركز على اسم داود. مشان هيك خاصة في الصلاة القلبية الأرثوذكسية اللي بيعلموه أكثر شيء الأرثوذكس، حقيقة حاملين هالبنديرة وماشيين نحن الأرثوذكس، دائما نطلب رحمة ربنا قول ربي يسوع المسيح أرحمني، أو أيها الرب يسوع المسيح أرحمني، اللي هي مأخوذة من ابن داود لأنه نحن هون قالوا له يا ابن داود ارحمني، مأخوذة هالكلمة من هونيك، ولكن شلنا اللقب تبع ابن داود وحطينا يسوع المسيح ارحمني. مشان هيك نحن نشترك في العبادة دائما باسم يسوع المسيح. وبتشوف عظمة اسم يسوع المسيح مع الرسل وتراحوا طافوا في المنطقة وصاروا بده يبشروا، صاروا يقولوا له الواحد باسم يسوع المسيح لك لقول قم، باسم يسوع المسيح نشفي هذا، باسم يسوع المسيح نقيم الموتى. فإذا صار اسم يسوع المسيح من اسمه هو المخلص، مشان هيك نحن نركز مش نسقط بالمعنى أنه لا نؤمن، ولكن عندما يظهر الوهج بتصير الشمعة كثير ضعيفة حد الشمس. طيب أبونا يسوع المسيح هو العالم بكل شيء وعالم ما في النفوس والقلوب والعقول، ليه ما استجاب مباشرة للأعميين أخضعهم لهذا الامتحان أو لهذا السؤال، وهو يعني بقرارة نفسه رح يعطيهم هيدي النعمة، نعمة الشفاء، لأن عارف شو بده يطلب، عارف شو بدهم يطلبوا منه. تعرف إلي كثير بحب سؤالك أنا، وعن جد بشكر الله على إلهاماتك اللي أنت بتقولها بالسؤال. صحيح نحن بكون متسامرين تحت الهواء على الأسئلة، ولكن بالحقيقة أنت تطفي عليه للسؤال هيك رونق جميل. يسوع المسيح هو أول شيء سيد قراره، مشان في مرات كان يستجيب مباشرة، في مرات ما كان يستجيب مباشرة، لأنك أنت قلت الكلمة، لأنه هو عارف ما في القلوب. لو ما كان عارف ما في القلوب كان يمكن لازم يستجيب، مثل ما استجيب لهذا يستجيب لذاك، ولكن لأنك بالإلهام أنت قلت أنه عارف ما في القلوب، اللي هو عارف تماما وضع هالشخصين، فهو يتعاطى مع كل حادث بحسب الظرف وبحسب ما هو مقدس لهذه الحادثة. فإذا أوكي ما استجيب لأنه صاروا يصرخوا أكثر يا ابن داود ارحمنا، وراح هو على البيت وما اطلع فيهم، ما كأنه في حدا عم يحكي، وصار في عندك جماعة تقودهم لهون العميان لاحقين وهن عم يصرخوا، يعني في ناس تقود أولئك العميان إلى أن وصلا إلى البيت اللي هو يسوع المسيح إجا واستقر فيه. وأنا بالنسبة لي إلها معاني كتير ضخمة، يعني ما بتخلص، أنا ما بتخلص لحلقة معي إذا بدي أحكي هالنقطة بس، ولكن بهمني أن أقول غير أنه يسوع المسيح عالم، غير هذا أنا بعتقد أنه الإنسان اللي بيشعر بنفسه أنه أعمى بيطلب شفاء، الإنسان المريض يلي بيوثق بالطبيب بيصير لاحق الطبيب وين ما كان. يعني أنا اليوم طبيبي الخاص اللي بآمن فيه بهالشغلة بلحق وين ما يكون، يعني أنا فإذا هذا تثبيت أكثر أنه هالجماعة مؤمنين بهذا المسيح، مش أنه عند أول هزة فركوها وديروا ظهرهم، لا بل اقتادوا آخرين أن يقودوهم، يعني صاروا العميان، وخذ هالمثل الحلو شو حلو، صاروا العميان هم قادة للذين لا عمى عندهم جسدي، لأنه صار في عندهم هول العميان بصيرة مفقودة عند أولئك الذين يرون. فمشان هيك يسوع المسيح قال لأولئك الذين لا يرون، قال لهم أنه لو كنتم عميان ما كانت هون خطيئة، ولكن لأنه بتقولوا عن حالكم أنه أنتم تبصرون فخطيئتكم ثابتة في قلوبكم.
شو معناتها؟ معناتها بكثير من الأحيان نحن بيكون عندنا عينين ولكن نحن مفتكرين حالنا أننا نحن نبصر ولكن نحن لا نبصر الحق. هل عميان أبصرا الحق أبصرا يسوع المسيح؟ كمان شغلة تانية دلالة وحلوة بنتعلم منها نحن والإخوة المشاهدين عم. يعني هالإصرار هذا الإصرار ما بيعلمك شيء يا إنسان اليوم أنت عم تقرأ الكتاب المقدس لتعليمك، هو كتبه لألك اليوم ما كتبه بس لألهم. طيب في إصرار موجود، يعني أنت شعرت أنك أنت أعمى، ما فيك أنت تستكين إذا أنت فعلا واثق أنه في حدا رح يشفيك، فأنت يجب عليك أن تكون بلجاجة، أن تكون بإصرار، وهكذا تبرهن لنفسك وللذين هم حولك أنك أنت فعلا تثق بهذا الشخص الذي هو أمامك. أهم من هذا بالنسبة لألي يلي هو كتير منيح أنه دخلك هذا ما بتعلمنا أن نكون نحن مصرين اليوم على أن نكون مصلين مثلا. اليوم مجتمع فاسد لا يصلي، اليوم مجتمع إذا بتقول له أنت قاري الكتاب المقدس ما حدا بيقرأ الكتاب المقدس. أنا بلعب لعبة مع أبنائي الروحيين المقربين اللي بيحبوا طبعا، مع أني بلعبها مع غير اللي بيحبوا ولكن مباشرة يتوانون، هو قراءة الكتاب المقدس بشكل يومي. أنا بقول له لأبني الروحي فلان الفلاني ليك يا ابني قري الكتاب المقدس، ابو انا ما عندي اياه بالبيت، خي شو بدي اياه بالبيت؟ انا بدي اياه عندك، بدي اياه في قلبك بالمكتب او شو بعرفني، شي محل. فمشان هيك بقول له افتح خي الكتاب المقدس محل ما بتطلع عندك وباصرار، اوكي؟ وبصير بصر عليه اكثر، عمول معروف بس انت تقرا جمله تعجبك هيك لونها. بتكون قريتها مرتين بقول له، ثالث شغله بقول له بس تلونها امسك التليفون تبعك وكل عمرك عم تلعب على الواتساب، اصفق لي اياها واتساب لإلي. بيقول لي ابونا ليه ما انت مش واثق فيه؟ انا واثق فيك بس انه اذا تركتك انا على هواك تاكد انك ستنام بعد جمعه. فاذا في الحاح، في اصرار، مثل ما عملت انا لما انت طلبت مني هيدا الشيء على الهوا بتتذكر؟ اعترف بس بوعدك رح اعمله، ما بتلاقي غير واتساب وصل لك. انا ما لحقتك، اذا تبعت لي اياها بصير انا اعمل لك ريبلاي، وعن جد العبها وشوف مع غيرك كمان. فكن انت مصر على خلاص نفوس الناس، كن انت مصر على ان تفتح للناس طاقة رؤية مختلفة عن الرؤية العادية لكي يروا الرؤية الحقيقية. وأطلب وأطيب شيء في هالنص، يعني أنا بما أنه عم نحكي عن الإصرار وكيف صاروا يقشعوا هول وإلى آخره، كلمة ارحمنا ضلت ملازمتهم لآخر لحظة. فمشان هيك نحن في الصلاة الأرثوذكسية القلبية نحمل مسبحتها دايما بنقول له ربي يسوع المسيح ارحمني 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 من ضجره، مش لأنه هو ما بيسمع ولا لأنه هذه مهم كتير تسمعوها ولا لأنه هو مش رح يستجيب، هون شفنا أنه استجيب، ولكن الجمال بهالإصرار هو أنت بتربي حالك تربية أخرى. التربية هي أن تكون أنت فاعل لعمل الله في كيانك وفي حياتك، وأكثر من هيك مش بس فاعل، أنت تقول له ارحمني 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 وأنت عارف أنه عم يسمعك وأنك أنت لا تكرر الكلام باطلا. يعني بتصير نوعية كلامك مختلفة عن النوعية يلي أنت بتتكلم فيها، فتكون أنت قدست عيونك وقدست ذهنك وقدست تمك وقدست قلبك وانت وضعت نفسك متواضع امام الله تقول له ارحمني. برايك ابونا ممكن تكون عم بتصير معنا قصص نمتحن بايماننا وما نعرف وما نعطيه الجواب لان هو امتحن الاعميين بايمانهم لان سالهم عن ايمانهم لا يعرف اكثر واكثر، برايك نحن بحياتنا اليوميه بهالظرف اللي عم نعيشه تحديدا وهالضغوطات يمكن انا بقول يمكن شي مره هيك امتحنت بس ما عرفت انه هيدا امتحان، يمكن استلشقت فيه او ما عرفته اهميه انه هلا وقفت علي. حلو كتير سؤالك وحبيته كتير. لك وقف علي على طول. جميل الاتائي. لك الي يسوع المسيح صدقني ما كان عنده نيه امتحانهم هنا. هون ما كان يسوع المسيح عم يمتحنه اذا بتشوف الموضوع. للتاكيد يعني. ولكن بعتقد لتعليم انا المشاهدين يلي عم يشوف. والامر الثاني بالنسبه لإلي حتى يقول لاولئك الذين يسمعون انه هول الاثنين العميان سمعوا وصدقوا. قال لهم، وانا مشان هيك انا عم هيك رتلتها شوي، قال لهم اتؤمنان؟ بس ما قال لهم اتؤمنان بس. قال لهم اتؤمنان انني هون بهالنص، غير ما قال لهم انا تؤمن بس بهالنص قالوا أتؤمنان أنني أستطيع؟ هل أقدر؟ هو كان عم بيزكي إذا بدك إصرار، ولكن عم بيقول لما بتفتكروا أنه بقدر فهني أعلنوا إيه؟ هني أهمنوا وصدقوا. وفي كتير أوقات نحن من آمن بس ما منصدق إليه، وهذه مشكلتنا. يعني المسيحية اليوم كلنا، مش ما كنا عم نحكي، في عنا جواهر بين ايدينا ولكن هل نحن نؤمن فعلا ان هذه جواهر مخلصه؟
فإذا كنت أنت مقابل أنه هذه جوهرة ومخلصة فتأكد أنك أنت حينها ستصدح أمام الناس جميعا عن تصديقك للإيمان. مشان هيك بيقولوا الإيمان يرى، أنه الإيمان هو داخلي ولكن من أفعالك أيها الإنسان يرى إيمانك. فهون الجماعة أكدوا بأفعال إيمان فأصبح إيمان يرى. مشان هيك بتشوف النص قالوا بعدين ما شفنا حدا مثل هذا. يعني صرختنا يا يسوع ارحمني لازم تكون نابعة من صميم القلب، مش مجرد يعني ردة فعل معينة داخل إجراك يا يسوع ارحمنا من أولى أوقات. يمكن أنا بعتقد هون أنت أصبت النقطة أكثر مما أنا فسرت. بعتقد أنه وقت سألهم هو لكي يعمق إيمانهم كمان، مش بس لحتى يظهر إيمانهم، لتعميق الإيمان. يعني أنت اليوم بصير معك حادث بتجي بتقول يا الله دخيلك كيف أنت أنقذتني من هالشغلة، ولكن إذا ما صار في تركيز عليه يمكن تمرق، ولكن حتى ما تمرق أبدا بتلاقي في مباشرة شيء مرافق لهالشغلة عمق إيمانك لدرجة أنه بتقول يا رب معقول معقول. وأنت بحياتك أنا متأكد وأنت بتعرف أنه أنا وياك بنحكي تحت الهواء أنه في إشياء ما بتنسى سمارك، وفي إشياء بتمرق مرور وخلص، مع أنه بيكون فيها تدخل إلهي لأنه الله موجود في الكون دائما. يعني هلأ مجيئك أنت من البترون لهون تأكد أنه في تدخل إلهي، ولو ما كان في تدخل إلهي ما كان في عندك إمكانية توصل. فنحن نقول في إعادة خلق لذهنك حتى تعرف توز، إعادة خلق لعيونك حتى تقدر تشوف، إعادة خلق لإجريك حتى تقدر تدعس بنزي. في إعادة خلق، ولكن نحن نفتكر أنه هذه فور جرانتد موجودة، ولكن ممكن أن يجي واحد مثل أغابيوس مثلا بالطريق، أو أنا يجيني حدا مثل إلي بالطريق أنا ما بكون عارف الموضوع، بيجي بعمق إيماني. بس أنت هلأ بالنسبة لإلي وقت أنت قلت لإلي شخصيا لك أنا شو تعلمت؟ أنا تعلمت أنت قلت أنه الله عالم ما في القلوب. طب إذا عالم ما في القلوب ليش عم يمتحنهم؟ فإذا الموضوع ما هو موضوع امتحان، إنما موضوع تربية لإلهم، تربية بصيغة جديدة تختلف عن منهج التربية العام اللي احنا عايشين فيه. شوف اليوم منهج التربية العام، نحكي ساعات منهج التربية العام شو بيقول اليوم؟ منهج التربية العام تبع كل المجتمع اليوم ما بيفرجيك نعمة الله ولا بيفرجيك النعم يلي انت عم تقولها. يعني بتنسى هذه النعم وبتنسى كلمة انك انت قلت نعم لله، لدرجة انه في كتير ناس رح يسيأتونا مثل الفريسيين هول يتهكموا على ايمانك. اليوم الفريسيين موجودين أكثر بكثير من السكت الفريسي في الماضي، لأن الفريسيين بالماضي قالوا عن هذا أنه هو شيطان لأنه هن العميان الحقيقيين. بس اليوم الفريسيين هن أكثر بكثير. اليوم ما في واحد مسيحي بيشجع واحد مسيحي على أن يصير درب المسيح للأسف، مش ما نقول ما في واحد القلائل، لدرجة أنه مش بس أنت بتستحي بأنك أنت ما عم تعمل، حتى إذا حدا عمل أنت بتستحي فيه أنه عمل. ما هو شوف النهج العام اليوم تبع مش بس المسيحي، تبع الكون كله سوا. الفريسية موجودة اليوم في حنايا قلوب كل الناس، لأنه كل الناس اليوم تميل إلى ما هو علماني إلحادي شو بعرفني، ويتهكمون على الإله. وأنا مش بس بيجعني قلبي على المسيحي، بيجعني قلبي على غير مجموعات، لأنه حتى غير مجموعات إذا بتاخذ مثلا لبنان في المجموعات المسلمة، المجموعات الدرزية، المجموعات دائما دائما هناك تحدي كبير للإيمان. يعني اللي بيصمدوا بهالإيمان تبعهم بغض النظر شو هو إيمانهم هم قلائل، لأنه التحديات هي كبيرة. اليوم روح على المطاعم بتشوف أنت لغة البذخ الموجودة لا تتماشى مع لغة الجوع الموجود في لبنان. بتقولي هولي معه مصاري يصطفلوا، لا ما فيك تقول يصطفلوا. يعني إذا أنت كنت مسيحي حقيقي ما فيك تقول يصطفلوا. يعني أنت كل اللي بدك إياه والاحتياج صحتين على قلبك وكل أكثر من اللي لازم، إذا أنت أمكنت وتعبت فيها، بس أنت لا ترمي ما يفضل من مأكولاتك برا والناس جعانة. هيدا اسمه معثرة لأولئك، هيدا ما اسمه حس روحي. يعني ما عندك أخلاق أيها الإنسان، مش بس على الأكل، بأي شغلة. يعني اليوم بحكي ساعة، اليوم مثلا اللي بالساعة 3-4 وجه الضوء بيجي على باله شفت قدام ساحة بيتك انت، بتقول لي هذا مسيحي او مسلم؟ هذا ما في عنده اخلاق، لانه هذا ما عنده اي تقدير لما انت تسير فيه من هدى. مثل الفريسيين، انت عم تعمل نشاط لحتى تقوي الناس بايمانه وتجعل الناس يراون، بيجي واحد بتضحك عليك لانك انت تدفع الناس الى انا اليوم اللي هلا انا عم بعمله، انا باكد لك انه في ناس ما راح يكونوا رضيانين، واللي بيحضروا قليل واللي بيستفيدوا قال. اذا دائما في فريسية اينما كان. وتصديقا على كلامك بيعتبروا انه الطريق ملك بيون
وهن الامرين الناهيين وبحق لهم يعملوا اللي بدهم اياه. يعني قبل ما يكونوا مؤمنين يكونوا مواطنين، لان كمان المواطنه في عندك حقوق وفي واجبات. هيدا ايمان، الايمان بالوطن والايمان بالقوانين كمان، هيدا بيصنع انسان. ابونا رح جرب هيك كم سؤال هيك مع بعضهم. اول شيء، نحن شفنا يسوع عمل شفاءات واراد بمطرح من المطارح ان تكون امام الجمع اللي ناطره وامام رجال الدين اليهود ليوصل المساج، وتعرض لانتقادات كثيره. ليه هالمره طلب منه ما بده حدا يعرف شو كان الهدف؟ وبالتالي هل الاخرس ليه وصف بالمجنون؟ بتعرف لي العجائب اللي عمله يسوع المسيح كمان كان اوقات انه لنروحوا قولوا لا يوحنا مثلا العمي عم بيشوفوا الكل موتى يقومون. وفي هون اوصاهما، وهذه نقطه بدي اقولها للبنانيين، اوصاهما بامر ان لا يعلم احد. يا احبائي، اوقات العجيبه اللي بتكون عم تنعمل من اي قديس كان وباي ظرف كان، باكد لكم انه هذه العجيبه انما من اجل تقديس نفسك. ففي ناس بينبسطوا بالعجيبه لذاتهم، ما بينبسطوا بالعجيبه لله. وباغلب الاحيان العالم تتاثر بمن تقام به العجيبة أكثر من صانع العجيبة. وبالأكثر هالتهليل الغير مسبوق في لبنان للناس اللي بتصير معهم العجائب، هذا ليس من التراث المسيحي. التهليل هو للمسيح يسوع وليس للذي تحصل معه العجيبة. ورح أقولها بهيك، وأكيد كلكم عم تفهموا علي بدون ما أنا أحكي، صدقوني لا أدين أحد وما عندي شك أنه صارت عجيبة مع حدا أو مع حداني. ولكن اللي بدي قلكم إياه، نحن العجيبة بتصير هي وسيلة لكي يتمجد الله. فإذا أنت بتنسى تمجيد الله بتصير أنت مركز على الوسيلة، على العربة اللي وصلتك لهونيك، بتكون أنت فعلا أضعت البوصلة. وبدي أقول أكثر من هيك، صدقوني إذا نحن بدنا نضل نمارس هالنوع من الإعلام والتركيز على هالشخص وليس على الإله الذي فعل هذا الشخص، سرعان ما تموت هذه الضجة. وشفنا كتير بمحلات من العالم يلي بتركزوا عليه من ضجة يلي هي آنية وإنسانية، تأكدوا أنه سيموت ويزول سريعا. ولكن وقت التركيز بيكون على المسيح يسوع. فمشان نقول هون حتى تفهموني أكثر، يسوع المسيح كان عارف انه اذا هن بده يروحوا يزقفوا الناس رح تطلع فيهم ورح تنسى. ومش بس الناس، حتى هن ذاتهم هذه العمليه will not effect، ما رح تعمل تاثير داخل عليهم، لانه رح تضيع هذه الهيصه الموجوده. فمشان هيك الهيصه الموجوده هن شوفوا من العمى، هالهيصه الموجوده بترجع بتعميهم حقيقة، بيرجعوا بيصيروا بيشوفوا، ولكن بيرجعوا بيصيروا بمصف العميان الذين لهم أعين وترى بالحس ولكن لا يرون في البصيرة. فإذا يا إلي بدي أقول لك هيك، وبالأخرس سميه مجنون لأنه كل من لا يتكلم بالحق هذا أخرس، ولكن هذا من لا يتكلم بالحق هذا مجنون أيضا. بالنسبة لي هالكون كله مجنون، لأنه العالم اليوم بيحكوا بألسنة ولكن الألسنة تبعهم إنما تدفعك إلى موت روحي لا إلى قيامة روحية. فمشان هيك كل من يشفى من الخرس تبعه يتكلم ويمجد الله. فمشان هيك القوة هي في تمجيد الله، والعجيبة هي تكون في أن تمارس أنت أسرار الله وأن تكون فعلا أنت شاهدا له. يعني هون كأن جاوبنا على السؤال، يعني الاعتراف اللي أظهره الجمع بعد عملية شفاء الأخرس هي اللي كنت عم بتقوله هلأ. أنا بقول المعجزة لا تدخل إلى السماء، إنما المسيح هو الذي يدخل إلى السماء.
واعتراف الجمع بأنه هالعجيبة تمت جميل لإلي ولإلك اليوم، ولكن الاعتراف بمين؟ دخلك تطلعوا بالعميان هني ولا تطلعوا بالمسيح؟ وتطلعوا باعتراف وقالوا، وأكبر دليل على ذلك أنه لم يظهر مثل هذا قط في إسرائيل، لدرجة أنه كانوا بالماضي الأنبياء يعملوا عجائب، ولكن العجائب كانت مقرونة بذاتهم أو أنه كانوا يطلبوا من الله. يسوع المسيح ما طلب من حدا، هو الذي عمل العجيبة. وبعدين المسيح يسوع عجائبه كانت لشفائك الداخلي قبل شفائك الخارجي. فهنا بيت الأصيل. في استوقفك عن نقطة، بعرف من الوقت خلص. أنا مثل ما أنت بحكي حسب، يعني حسب الفيلم وقديه يعني في مصداقية مبنية على الإنجيل. وقت إقامة إليعازر اختلى بنفسه وصلى. أنا ممنونك على السؤال، ولكن يا إلي يسوع المسيح برجع بقول لك هو العارف مكنونات القلوب، لأنه هي أجمل كلمة اليوم أنت علمتني إياها. أنا بعرفها بس أنت لفتت لي نظري. حسب الوضع يا ابني ومع مين عم يتعاطى، فهمت علي كيف؟ يسوع المسيح أصلا وقت الإقامة لعازر ما قال له لالله دخيلك أعطيني القوة لحتى أقيمه، ما قال له هيك، قال له لعازر لك أقول قم، وخرج يعني. بس صلى قبل لكي يظهر مجد الآب، لأنه كان عارف بعد 3 أيام هو سيسلم ويقبض عليه ويموت أمامهم في الجسد. فإذا كان رجاء متعلق بجسد يسوع المسيح مش بالإله يلي هو بالإله، راح يكون في عنده نكسة طويلة عريضة. فمشان هيك كان هو يختفي خاصة قبل الموت، يختفي لكي يظهر الآب، حتى إذا شافوه بالقبر ما يصيروا بالإلحاد، ويصير بده يرجع تجسد تاني لحتى يرجع يعلمون. فعندما انحجب جسد يسوع المسيح كانت الألوهة بعدها موجودة في أذهانهم. مشان هيك مباشرة بعد قيامته أتحد هالقيامة بالألوهة اللي هو عم يقولها، فرجيهم أنه هو هو قبل واليوم وإلى الأبد. أبونا بنهاية لقائنا هيك نعرج شوي على صيام السيدة اللي بيبدأ بكرة من 1 آب ل15 آب، وطبعا الاحتفال بعد انتقال السيدة العذراء. رمزيا شو هو هذا الصيام ولوين بيوصلنا إذا التزمنا فيه ومشينا بمساره؟ لك رح أقول شغلة هيك شوي طريفة. شهر العذراء عند الأرثوذكس وحدة بوحدة. لا مبروك للموارد بشهر أيار يعني. بس حقيقة هو شهر العذراء هو هالشهر، يعني من زمان وجاي تراثيا كانت العذراء يركز عليها عباديا، مش عباديا إكراميا، مش ما يفهموني يعني كأني عم أقول غلط، في هذا الشهر. لأنه دائما نحن بالنسبة لنا يوم رقاد الإنسان هو يوم ميلاده في ملكوت السماوات. فمشان هيك نحن من هيك بعيدوا للقديسين بيوم مماتهم 100%. فمشان هيك نحن مريم العذراء نعيد لها تعييدا كبيرا يوم رقادها. مشان هيك نحن بنحاول نركز أكثر حتى في تعابيرنا لكي نقول إنه هالشهر هو الشهر يلي بيوصلك إلى أنك تعيد عيد رقاد السيد العذراء، مش انتقال فقط. لحتى نقول انه في عندك حدث جوهري هو ان مريم العذراء هي انسانة ككل الناس، وهذه الانسانة لانها تقدست مش مثل كل الناس حتى نحكي لاخره رقدت، وعندما رقدت ماتت، ولكن يسوع المسيح ابى ان يراها في الجسد كمان فنقلها الى السماء. فمشان هيك بدي يريد اقول انه انت يجب عليك ان تتشبه بمريم العذراء. فمريم العذراء كانت في كل مسيرتها مع المسيح يسوع عندها اهم صفتين، انها تقول نعم مثل ما انت قلت وهي قابله للمسيح يسوع، رات وصدقت. والامر الثاني هي كانت صامته كل الوقت، والصمت هو علامه السكون، علامه اذا بدنا نسميها العوده الى الذات، علامه الصوم. فمشان هيك نحن نصوم قبل رقاد مريم العذراء لكي نتعلم ان نعود الى انفسنا، لكي نصوم ولكي نصبح نحن مصدقين انه نحن اذا عملنا مثلها انما سننقل ايضا الى السماء. ابونا نحن انتهى وقتنا، بس لابد من اني مرق هالفكره. قبل ما ندعي نتعرف على الاديان الاخرى واخواننا بالوطن، يعني بدعي حاله وبدعي الكل انه نتعرف على بعضنا نحن المسيحيين. قديه بسمع لما بنكون بمكان معين وبيحرجوك انه لا صايم، ليش شو في صيام هلا؟ صيام السيده. انتم الروم بتصوموا السيده؟ انتم الروم كانه نحن جايين من كوكب اخر، او انه نحن منا اتباع المسيح، او انتم عندكم هيك مثلنا، يعني انتم بتعملوا هيدا الشيء. بستغرب يعني، بتصور بتذكر بالاحرى مش بتصور بفتره باك
نازل أنا مارق بالحي، نازل على نهار تنين البعوث، وإذ بلتقى بأصدقاء لي حول قلت له لا نازل على القداس، ليه شو في اليوم؟ قلت له اليوم قال تهنئة العذراء، قلت له لا نحن نعطي اثنين البعوث نقرا فيه بنهاية القداس الأناجيل بأكثر لغات ممكنة، دليل على انتشار المسيحية حول العالم والتلاميذ اللي انتشروا ليبشروا بالخلاص باسم يسوع المسيح. قالت عم تخبرني انه كانت عند حدا كمان هي ارثوذكس وهي مارونيه، عم تقول لها هيك، قالت لي طلعتوا انتم مثلنا. طلعت فيها هيك لو منا صديقتي والله العظيم كنت شبقتها بالكف. قالت لي طلعتوا مثلنا، في عنا اشياء مشتركه نحن وياكم. صرت افكر انه بدون ما ندعي عن جد، يعني لما بنعمل حوار الاديان لازم نعمل نحن حوار بين بعضنا. بتعرفي داخل الطائفه الوحده. نحن الكل حقيقه، مشان ما اكون حامل الكل مقصر بهالشغله، صدقني انه نحن ما هو واحد بيناتنا أكثر بكثير مما بيتوقعوا الناس، بس الحقيقة نحن الممارسات تبعنا كطوائف، يعني عم بحكي أرثوذكسية مارونية، كلها تصب في خانة واحدة، ولكن عن جد علينا أن نلقي الضوء على الممارسات لحتى نصير نعرف نحب بعضنا أكثر. إن شاء الله يا رب بهيدي الدعوة بير أغابيوس. أنا بشكر إطلالتك معنا اليوم وبتمنى لك صوم مبارك بإذن الله، ومنشوفك دايما بهالنشاط وبهالحيوية، ودايما هيك مثل ما قلت لك بالبداية بتلفت لنا نظرنا، واليوم هيك قعدنا التفكير بكتير من النقاط ورحنا أكثر من أبعاد الكلمة يعني أسلوبها الأدبي واللغوي، فتنا أكثر بالمفهوم، وخاصة العميان لما قلت لي هون وهون والطرفين والأخرس والمجنون، حلوين هودي القصص، لازم يعني نتوقف عندهم ونفهم قديه كان في شطارة وقديه في بعد نظر وقديه في يعني رؤية، يعني هذا كان في روح قدس عم يكتب 100% عرايتك تيوصل هيدا الكلام كله سوا. الروح القدس يكون معكم مشاهدينا بهيدا النهار الاحد المبارك، اذكرنا بصلاتك مثل العاده ابونا، بطلب منك بنهايه كل لقاء. مشاهدينا بنروح الى فاصل اعلاني، من بعدها بنتابع احنا وياكم لقاءاتنا. ميرنا الفتى اختصاصيه التغذيه رح بتكون بضيافه يوم جديد، خليكم معنا.